تقول لي ايه رايك وشايف الماتش ازاي النهارده واسباب الخساره بتاعت الزمالك؟ لا طبعا اكيد البدايه سيئه جدا والاداء مش احسن حاجه. كان الواحد كان متوقع ان احنا نشوف مستوى احسن من كده، لكن كل حاجه في اليوم كانت غلط، التشكيل او طريقه اللعب من البدايه والتغييرات ومستوى عدد كبير من اللعيبه. واعتقد ان الدنيا كانت صعبه جدا، لكن عندنا فرصه تانية ان احنا نقدر نعوض في العوده ان شاء الله. طيب قول لي، انت قلت لي التغييرات والتشكيل وبدايه الماتش واداره المباراه، اشرح لنا عشان الناس تفهم. يعني بدايه النهارده انت بادئ فتره اعداد من فتره قليله جدا، 1/9 اول مباراه رسميه ليك دي، يعني اللعيبه مش في اكمل حاجه، بلعب بره ملعبي، بلعب في ظروف صعبه في افريقيا، ملعب ترتان، والنهارده بتلعب بديفندر واحد واللي جنبيه اوباما اللي هو اصلا صانع العاب وما عندوش واجبات دفاعيه. لا شيكابالا في الحته اللي قدام، ونضاي وسيف الجزيري ومصطفى شلبي لسه بقاله فتره طويله جدا كذا شهر. فاعتقد ان يعني في كل الحالات ما ينفعش. انا النهارده رايح العب فريق مجهول برده مش عارف عنه كتير، ومع ان انا لعبته مع المقاولين وكنت عادلنا برده هناك 0-0 وكسبناهم هنا 7 أو 8، فدي يعني دي حاجه خير ان انا اقدر ان شاء الله اعوض في العوده ان شاء الله للزمالك. لكن انت ابتديت غلط، ابتديت بفندر واحد الوحيد يعني اللي كان عنده شويه ان هو يبقى موجود، دونجا جنبيه اوباما، يعني مجازفه يعني ملهاش داعي. انا ابدا مامن نفسي وابدا عشان انا مش مكتمل اللياقه البدنيه، واشوف سير المباراه، ابدا اغير او انا اطمع في اوقات معينه في الماتش ابدا اشوف الفريق اللي قدامي. لكن النهارده حتى التغييرات كانت يعني في عز ما انا خسران بنزل ديفندرات عشان تامن واطلع المهاجم اللي عندي. فاعتقد ان الدنيا ما كانتش احسن حاجه، لكن اللعيبه كمان المستوى نفسه يعني فاجئني ان لعيبه كتير جدا بره مستواها، خط الظهر، خط النص، في الهجوم. فاللعيبه دي لازم تراجع نفسها، احنا لسه بدايه موسم وكل حاجه، لكن خروجك من بطوله زي دي في البدايه كده هتعمل ازمه كبيره للموسم. لسه انا بقول يعني لا قدر الله خروجك من بطوله زي دي هتعمل ازمه كبيره جدا في نادي الزمالك، وفريق لسه صغير بقاله كام سنه لسه متجمع، يعني لا قدر الله يطلعك ويبقى بمنظر زي النهارده. فاعتقد الموضوع هيبقى صعب جدا، فاحنا عندنا فرصه. طيب الزوري المفروض يعمل ايه؟ يعني عشان برضه نبقى يعني واقعي، او الناس بقى اللي موجوده معايا كان لازم توعيه. انت بتلعب في افريقيا، انا في 2015 او في الماتشات اللي بنلعبها في افريقيا كلها كنا بره ملعبنا حتى لو الفريق ضعيف. كان فيرا بالظبط، فيريرا يعني في معظم الماتشات حتى لو الفريق ضعيف واحنا عارفين ان هو مش قوي جدا، بس كان بينزل لانه مش عارف ظروف الملعب وظروف الجو. انت عارف في افريقيا الدنيا مفيش حاجه ضامنها خالص، فكل الظروف دي كان دايما اي ماتش بره وكنا بنلعب بثلاثه في نص الملعب، بقى في نص الملعب اشتغل على القدرات المهاريه للعيبه. بشوف بقى ايه، شوف السيناريو الماتش ماشي ازاي، الفريق اللي قدامي عنده مشكله في خط الظهر، عنده مشكله في الكور السابق، ابدا اتعامل على نقطه الضعف اللي عنده وبقت تمشي معايا. لكن النهارده انت من البدايه فاتح اللعب وكل الناس بتهاجم، كل الناس يعني حتى التحولات الدفاعيه كمان مفيش، ما حدش بيرجع بالظبط كده، اللياقه البدنيه مش بالظبط، لان ده اول مباراه رسميه. فاعتقد يعني ما قراش الجيم كويس، وده دليل على النتيجه اللي حصلت النهارده. فيعني طبيعي ان هو كان وحشه، يعني وحشه لاني بتلخبط الدنيا خالص. يعني في الوقت اللي انا محتاج اجيب فيه بلعب من غير فيرود، يعني الوقت اللي انا بدات اغير لعيبه وتنطلع صف الجزيره وانا ما عنديش خالص، يعني ما عنديش ولا فيرود موجود، هتدخل مين فيرود؟ ما كناش فاهمين حتى لما سيف طلع مش عارفين مين بيلعب. دخل اوباما شويه، هي مش مكان اوباما مش هيلعب فيرود خالص، اوباما كان بيجي من تحت ولسه برده بقاله فتره طويله بعيد عن الماتشات، واول مباراه ليه وكان بيلعبوا 8 برده ليه واجبات دفاعيه ما بيعملهاش. اعتقد ان النهارده كانوا كله بره الجيم، وان شاء الله يعني عندهم فرصه كبيره في العوده ان احنا نقدر نعوض استاد القاهره هنا وجمهور الزمالك، وبرده الزمالك عنده لعيبه كمان في الدوري دخلت في بيراميدز والمقاولين يقدر يجهزوا.